موقف فلان عايشة في جلباب أبي ما نساهوش، في مشهد الفرح اللي هو ما بين نبيل وسنية، لما الفرح اتقلب في الآخر، يعني حصل خناقة بين أهل العريس والعروسة وبيحدفوا بعض بالأكل وكده. مضحك جدا يعني الفنانة العظيمة عبلة كامل والأستاذة سهير باروني العظيمة طبعا برضو بيحدفوا بعض بالمحشي وبالجاتوه كده، وكان مشهد يعني قعدنا حتى نضحك واحنا بنصوره، ده كان مشهد انا ما انساهوش. يعني بقول له في مشهد من المشاهد، بقول له يا استاذ نور، بقول له يا حاج انا بعتبر نفسي اخ نوفا ومش عارف ايه، بقول له اربع عبد الوهاب واربع اسماء، فقلتهم ورا بعض، قال لا قطعهم، يعني ايه ما تقولش فلان وفلان وفلان وفلان، قال لي لا والفلان وفلان وفلان وفلان، يعني ما تقولهمش ورا بعض، قسمهم يعني. فكان تقطيع الجمل، هو طبعا انا درست الكلام ده في المعهد، وكان والدي الله يرحمه الاستاذ جلال توفيق كان بيهتم برضه بالالقاء بالنسبه لي ومخارج الالفاظ، بس الملحوظه دي بالذات اللي قالها لي الاستاذ نور اهتميت بيها ونفذتها في ساعتها يعني. فدي ما انساش طبعا، دي كانت اقرب حاجه تحضرني معاه، هو كان يحبني جدا الله يرحمه، وانا كنت احبه طبعا زي ملايين كتير ما بيحبوه الله يرحمه، هو عايش بأعماله يعني. أنا أولا ما كنتش مصدق وما كنتش متوقع النجاح الكبير بتاع ظل الرئيس، والحمد لله طبعا، وهفضل أقول الحمد لله لحد آخر يوم في عمري. أنا للأسف ما فرحتش، ودايما أنا يعني قاسي على نفسي شوية، يعني ما بيعجبنيش اللي أنا بعمله، يعني طول الوقت حاسس إن أنا مقصر، فإحساسي بالتقصير ده بيخليني أموت نفسي في شغلي يعني. يمكن المشهد المهم هو مشهد المستشفى لما بيتلقى خبر وفاة زوجته وابنه، ومشهد المقابر ده مشهد مهم، والمشهد اللي هو بيني وبين بنتي اللي هي مايان السيد اللي كانت عاملة دور بنتي في المسلسل، لما بيقول لها أنا أول واحد شافك وانتي تخرجي للحياة، أول واحد سمع صوتك، أول واحد لمسك وخدك في حضنه، ده كان مشهد أنا بحبه. فيلم الفرح كان بالنسبة لي تجربة مهمة لأنه كان عودة للسينما بعد غياب طويل، فكان في ممثلين كبار جدا حواليا يعني فيلم الفرح، ابطال الفيلم يعني، وانا وكل واحد فيهم بيعمل بطوله لوحده، وانا كنت بعيد وغايب عن السينما، فقلت انا هعمل ايه في وسط دول يعني، فكنت شايل الهم قوي. فالمهم لدرجه ان اعتذرت مرتين عن الفيلم، وتمسك بيا استاذ احمد السبكي والاستاذ سامح عبد العزيز المخرج الكبير طبعا اخويا، واصر ان انا اكمل الفيلم رغم ان اعتذرت خوفا يعني، كنت خايف. المهم لما بدأنا الفيلم اشتغلت على دوري واحدة واحدة، مشهد مشهد نعمله. يمكن المشهد المهم ساعة لما شلت الشباك بإيدي، ما كنتش متخيل ان انا هعرف اشيل الشباك، بس اثناء الخناقة شلت الشباك وضربت بيه الراجل، فيظهر ان لما الواحد بيكون منفعل ومركز قوي ما بيعرفش هو ممكن يعمل ايه او يتصرف ازاي، فدي كانت من ضمن الحاجات المهمة اللي ما انساهاش، لما شلت رفعت الشباك في مشهد خناقه في الحاره كده وضربت بيه واحد يعني، فده يمكن اللي يحضرني من فيلم الفرح يعني. فيلم الفرح كان بالنسبه لي تجربه مهمه لانه كان عوده للسينما بعد غياب طويل، فكان في ممثلين كبار جدا حواليا يعني فيلم الفرح، ابطال الفيلم يعني، وانا وكل واحد فيهم بيعمل بطوله لوحده، وانا كنت بعيد وغايب عن السينما، فقلت انا هعمل ايه في وسط دول يعني، فكنت شايل الهم قوي. فالمهم لدرجه ان اعتذرت مرتين عن الفيلم، وتمسك بيا استاذ احمد السبكي والاستاذ سامح عبد العزيز المخرج الكبير طبعا اخويا، واصر ان انا اكمل الفيلم رغم ان اعتذرت خوفا يعني، كنت خايف. المهم لما بدانا الفيلم اشتغلت على دوري واحده واحده، مشهد مشهد نعمله. يمكن المشهد المهم ساعة لما شلت الشباك بإيدي، ما كنتش متخيل إن أنا هعرف أشيل الشباك، بس أثناء الخناقة شلت الشباك وضربت بيه الراجل، فيظهر إن لما الواحد بيكون منفعل ومركز قوي ما بيعرفش هو ممكن يعمل إيه أو يتصرف إزاي، فدي كانت من ضمن الحاجات المهمة اللي ما انساهاش، لما شلت رفعت الشباك في مشهد خناقة في الحارة كده وضربت بيه واحد يعني، فده يمكن اللي يحضرني من فيلم الفرح. موقف فلان عايشة في جلباب أبي ما نساهوش، في مشهد الفرح اللي هو ما بين نبيل وسنية، لما الفرح اتقلب في الآخر، يعني حصل خناقة بين أهل
العريس والعروسة وبيحدفوا بعض بالأكل وكده. مضحك جدا يعني الفنانة العظيمة عبلة كامل والأستاذة سهير باروني العظيمة طبعا برضو بيحدفوا بعض بالمحشي وبالجاتو كده. وكان مشهد يعني قعدنا حتى نضحك واحنا بنصوره. ده كان مشهد انا ما انساهوش يعني. بقول له في مشهد من المشاهد بقول له يا استاذ نور بقول له يا حاج انا بعتبر نفسي اخ نوفا ومش عارف ايه. بقول له اربع عبد الوهاب اربع اسماء فتم ورا بعض. قال لا قطعهم يعني ايه ما تقولش فلان وفلان وفلان وفلان. قال لي لا والفلان وفلان 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 يعني ما تقولهمش ورا بعض قسمهم يعني. فكان تقطيع الجمل هو طبعا انا درست الكلام ده في المعهد وكان والدي الله يرحمه الاستاذ جلال توفيق كان بيهتم برضه بالالقاء بالنسبه لي ومخارج الالفاظ. بس الملحوظه دي بالذات اللي قالها لي الاستاذ نور اهتميت بيها ونفذتها في ساعتها يعني. فدي ما انساش طبعا دي كانت اقرب حاجه تحضرني معاه. هو كان يحبني جدا الله يرحمه وانا كنت احبه طبعا زي ملايين كتير ما بيحبوه الله يرحمه هو عايش باعماله يعني. انا اولا ما كنتش مصدق وما كنتش متوقع النجاح الكبير بتاع ظل الرئيس والحمد لله طبعا وهفضل اقول الحمد لله لحد اخر يوم في عمري. انا للاسف ما فرحتش ودايما انا يعني قاسي على نفسي شويه يعني ما بيعجبنيش اللي انا بعمله يعني طول الوقت حاسس ان انا مقصر. فاحساسي بالتقصير ده بيخليني اموت نفسي في شغلي يعني. يمكن المشهد المهم هو مشهد المستشفى لما بيتلقى خبر وفاة زوجته وابنه ومشهد المقابر ده مشهد مهم. والمشهد اللي هو بيني وبين بنتي اللي هي مايان السيد اللي كانت عاملة دور بنتي في المسلسل لما بيقول لها أنا أول واحد شافك أول واحد خرج للحياة أول واحد سمع صوتك أول واحد لمسك وخدك في حضنه مش هو بس ده كان مشهد أنا بحبه قوي. يحضرني موقف كنا وإحنا صغيرين مش صغيرين قوي كنا بدأنا نشتغل يعني بعد ما اتخرجنا من المعهد. فاحنا طول عمرنا كنا بننام في اوضه واحده احنا الاثنين كل واحد ليه سرير يعني. فرامز طلع في دماغه يوم كده ان هو يبقى له اوضه لوحده احنا كبرنا كل واحد يبقى له اوضه لوحده. فاحنا كان عندنا في بيتنا والدي ووالدتي الله يرحمهم كان في اوضه صالون واوضه استقبال وسفره وفي اوضتين نوم واحده لبابا وماما وواحده لي انا ورامز. فكان يروح يقول لبابا بابا احنا عايزين احنا كبرنا وكل واحد لازم يبقى له اوضه. اقول له اه طبعا يا رامز بس حبيبي انت شايف انت يعني انا ليا اوضه انا وماما وانت وياسر اوضه ففين؟ قال له بابا اوضه السفره. اوضه السفره دي ما في حدش عنده اوضه سفره فدي ممكن نقفلها ونشيل. قال له طب الطقم بتاع ماما اللي هي وهي عروسه عامله طقم سفره وكراسي و12 كرسي معمول يعني على احسن مستوى. قال له بابا سفره ايه؟ نركنه في اي حته. المهم قال له فرام بابا بيسيسه وقال له ان شاء الله ربنا يسهل سيبني انا افكر كده. رامز خلى بابا وماما كان عندنا ارض زراعيه كده مستصلحه بيحبوا يروحوا فيها. فراح بابا وماما راحوا سافروا الارض يومين كده وانا خارج الصبح عندي تصوير لقيت اتنين ببلاطي شايلين شنط وصفايح كده. فبقول له ايه دول؟ قال لي لا ما انا هعمل حاجه كده. قلت له طب فهمني. قال لي لما تيجي لما تيجي. فخرجت رحت التصوير خلصت رجعت لقيت في جدار مبني طوب في وسط شقه مدهونه ومفروشه مفروشه بالعفش ولكن في جدار بيفصل ما بين اوضه الصالون واوضه السفر طوب مبني كده طوب احمر. فقلت له يا نهار ابيض ايه ده؟ قال لي لا مع بابا قال لي انا متفق معاه. قلت له بابا قال لك ايه؟ طب جه بابا بقى من السفر عمل بقى زعق فينا وازاي والبيت باظ وانتم مش عارف ايه وخدنا انا في الرجلين. فقال لي قال لي بقى اقعد انت بقى بعد ما هديناه وبتاع معلش يا بابا وصالحناه. فقال لي طب ازاي همشي الجدار ده مع البيت يعني؟ هو وافق خلاص. قلت له ان شاء الله. قال لي طب مش ده اخوك الصغير؟ شيل انت بقى. انا هروح انا وامك نروح على الارض بتاعتنا وانت بقى بياض لي الشقه دي من جديد. رامز سابني طبعا خلع وانا اللي قعدت في الشقه قعدت اوضب الشقه كلها ولوحدي. وده كان ايام ما كان بيعرض لن اعيش فيه البابا. كرباك سعاده وقلبي منه انجلد. رمح كانه حصان لف البلد. ورجع لي آخر الليل وقال لي ليه خجلان تقول إنك سعيد يا ولد وعجبي.